يعني حقيقة احنا في سد السامراء لا نعمل على التنسيق لغرض امرار اكبر كمية ممكنة الى بحيرة الثرثار. منذ 3 أيام نمرر كميات كبيرة حقيقة باتجاه بحيرة الثرثار لتخفيف الضغط على نهر دجلة حفاظا على العاصمة بغداد، وهذا هو حقيقة من ضمن عمل سياسة الوزارة وتأكيدها على امرار كل الكميات. الكل يعلم السنين الماضية كانت سنين شحة، الحمد لله هذه السنة وردتنا يعني خلينا نقول كميات من المياه تعوضنا حقيقة عن السنين الماضية. نعمل بكل جهد على امرار كل هذه الكميات الى بحيرة الثرثار وخزنها، لدينا فراغ خزني كبير في بحيرة الثرثار بامكانه ان يستوعب اي كمية ممكنة من المياه. حقيقة المنطقة منطقة سامراء تمر اليوم فيها موجة فيضان عالية للغاية، ربما هي يعني اكثر موجة مرت في على سد سامراء منذ سنوات طويلة. الموجة اقل من 8000 متر مكعب بالثانية بقليل، وحقيقة تصريف هذه الموجة لحد الآن تمر بسلاسة إلى حد ما. كادر وزارة الموارد المائية موجود بالموقع، لكن في حالة هطول أمطار بكميات أخرى ممكن يكون هناك خطر حقيقي. مطلوب حقيقة من رئاسة الوزراء أن يعني تستأنف العمل في سد الفتحة وسد بادوش كحل بعيد المدى، واستنفار طاقات الوزارات التواجد في مدينة سامراء لغرض تجنيب المنطقة أي خطورة محتملة من جراء موجة الفيضان.